تعرف بيه؟ اسمه مهندس محمد عبد الشفيع، مهندس في وزارة البترول. عايزين نعرف منك ايه اللي تم امبارح. امبارح احنا جينا عشان الاعتصام، شارك الاعتصام اللي الناس كلها عاملاه، كل المصريين، الشعب المصري اللي عامله اعتصام، الشعب المصري يعني اللي هم بيحاولوا يقولوا ان هو اعتصام حازم صلاح ابو اسماعيل. الناس في الاعتصام لها مطالب، اول حاجه ان المجلس العسكري يسلم السلطه لرئيس مجلس الشعب المنتخب لحين اجراء انتخابات زي ما تولى صوفي ابو طالب بعد موت السادات. لحين يعني وظيفة رئيس مجلس الشعب المنتخب يدير الانتخابات لغاية ما تولى الرئيس المنتخب اللي الشعب عايزه، اللي هو زي ما يكون اللي الشعب عايزه. طب مين اللي كان موجود هنا امبارح؟ يعني كان موجود. المطلب الثاني ان المادة 28 تتلغى، اللجنة القضائية بتاعت حسني مبارك تتفك ويختار القضاء لجنة من عندهم، محدش بيحدد لجنة. المطلب الرابع ان حسني مبارك يتحاكم، مش معقول بعد الناس اللي ماتت وبعد الشهداء وبعد ده كلته وبعد سنة واربع شهور لسه حسني مبارك ما زال زي ما هو، قاعد زي ما هو بيتمتع بكل صلاحياته زي ما هو. تفعيل قانون العزل السياسي، مش معقول الناس قامت بالثورة عشان تعزل احمد شفيق، تعزل عمر سليمان، تعزل عمرو موسى، يخش لنا احمد شفيق تاني وعمر سليمان تاني عمر سليمان مش يخش عمرو موسى واحمد شفيق تاني. ده مطالب كل الناس، ما فيش هنا مش هتلاقي هنا فئه معينه، مش هتلاقي في حد رافع شعار معين، كل الناس متفق على المطالب دي اللي هي المطالب الثوريه اللي هي قامت عليها ثوره 25 يناير بالاساس. عايزين مطالب 25 يناير تتنفذ تاني. طيب شيخنا، عايزك تقول لي مين اللي كان موجود بقى امبارح؟ في كلام هم حالهم بلطجيه، هل هم اهل العباسيه؟ مين؟ لا اهل العباسيه، لا اهل العباسيه دول شعب مصر زينا، ناس محترمه، ما فيش بينهم وبيننا اي حاجه. انا ما اظنش ان في مواطن محترم شريف هينزل يضرب الناس بخطوش الغاز، ضرب كنابل الغاز وطلق حي الغاز، ده مدرب رشاش مش مجرد واحد. انا ما اظن ان في واحد مواطن زي ولا مشكله بيرمي، يعني انا ما اظنش ان في واحد مصري محترم يقدر يذبح قطه، مش يذبح مواطن مصري زي محترم نازل يطالب بحق البلد. امبارح كان في حمام من الدم هنا امبارح، يعني الله المستعان، يعني الناس اللي هي بتقول لك الرأفة بحسني مبارك والرأفة مش عارف بالفلول والرأفة بمين، طب الرأفة دول مش مصريين، ما لهمش حقوق، بلاش تعاملهم كمصريين وبلاش كإنسانيين، عايزين حقوقهم كحيوانات حتى، يعني عايزين حقوقنا كحيوانات. بدايه الاحداث بدات ازاي؟ حوالي الساعه 1:30 الناس كلها واخده ركن كده ومحدش معطل حاجه ولا حد بيعتدي على حاجه، ولا اللي قاعد بيتعشى واللي قاعد حي بيستعد للنوم. بدا موضوع الضرب طبعا بيبدا بالرجاله اللي هي رجاله النظام الامن، فالناس بتبدا اللي هو من عند فين بقى؟ بدايه الجامعه عند الكوبري. تمام، بيبدا الضرب من عند الكوبري، فبيبدا الشباب بقى يروح يجيب اللي اتضرب ويسند اللي واقف. تمام، الناس طبعا بتحاول تامن المداخل. هل بيضرب من تحت الكوبري ولا من لا من فوق الكوبري ومن فوق العمارات ومن كل حته؟ طالع حي قنابل مسيله الدموع. جميل. الله اعلم بقى دول، يعني هو احنا عشان نقول بس، يعني ان كان دول بلطجيه فدي مسؤولية المجلس العسكري ووزارة الداخلية، وإن كانوا تابع وزارة الداخلية والمجلس العسكري فدي برضه مشكلته. يعني أنت النهاردة راجل توليت مسؤولية بلد، يعني هو القانون اللي طلع بعد الثورة إن الاعتصام حق مكفول للجميع، ده القانون اللي طلعوه في وزارة عصام شرف. الناس دي لما اعتصمت لعطلت إنتاج عشان ما حدش يتحجج بعجلة الإنتاج اللي هي أصلا مفسية، عجلة الإنتاج مفسية أصلا. عجلة الإنتاج ديت يعني إنتاج الفلوس عشان ياخدها الروتر. يعني أنا نفسي أعرف المجلس العسكري مرتباتهم كام؟ يعني عشان احنا بنقول احنا عندنا ازمه في المرتبات، وعندنا نفسي اعرف المستشارين اللي هم في الوزارات اللي هم بيجوا، طبعا عارفين المستشارين اللي هم في مجاملات راتبهم السنوي بيكلف الدوله 20 مليار جنيه، نفسي اعرف ده لسه موجودين بيعملوا ايه. نفسي اعرف مثلا الحد الاقصى للاجور، ما اقولش الحد الادنى، ما اقولش ارفع الناس، بقول لك الحد الاقصى للاجور هو 50,000 جنيه راتب شهري، مش وحش على اي حد في الدنيا. انت شايف نفسك خبير وال 50,000 جنيه مش مكفينك، اتفضل وريني القطاع الخاص مش هرضى يشغلك حتى بخمس قروش، مش ب 50,000 جنيه. ده كله ده المجلس العسكري بصراحه وقدم لنا شويه خدمات، وقف التوقيت العمل بالساعه الصيفي، ما عادش فيه تغيير ساعات الحمد لله رب العالمين. زود رقم في الموبايلات، ودول انجاز بصراحه احنا بنشكر المجلس العسكري عليهم. الانجاز الاول ان هو ما بقاش فيه تغيير ساعات، والانجاز الثاني زود رقم صفر في الموبايلات. المجلس العسكري كان في ايده فرصه يطلع ابطال كوميين واتكتب في التاريخ عشان يعلم الناس تشيلهم في نصهم وينسلهم كل عملهم مع مبارك للاسف يعني. لكن المجلس العسكري استمر على نفس السياسه في حسني مبارك، ما عملش اي جديد.
على نفس المنوال بتاع حسني مبارك. وبعدين ما زالوا بكافئوا الناس وبيعاملوا الشعب المصري. انا ما بقولش ان احنا عايزين نتعامل كمصريين او كانسان بلدي. لا يا عم احنا هننزل عاملونا كحيوانات. فين جماعه الرفق بالحيوانات لما تلاقي الرجاله كده طالب في ثالثه طب نازل ذنبه في الميدان بيعالج الناس ذنبه ايه؟ مخه يطلع بره يعني ذنبه ايه؟ امه ترجع بيه بدل ما مستنيه اخر الاسبوع عشان تشوفه يرجع لها جثه. ذنبها ايه امه يعني؟ الناس اللي هم بيقولوا عليها بلطجيه دول اغلبهم دكاتره ومهندسين واللي كلك عندهم اسر كلك عنده اللي مستنيه زوجته واولاده ذنبهم ايه يرجع لزوجته واولاده وامه جثه يعني؟ انا مش فاهم يعني. فان كان انت حتى المجلس العسكري مش يعني على احد يعني خلينا نقول ان احنا يعني هناخد الاحتمال الثاني ان المجلس العسكري ماليش علاقه مع عرش الناس دي. طب انت مسؤول عن حمايه الناس دي مش انت متولي برضه سلطه البلاد وبتدير شؤون البلاد زي ما تقول؟ والله المستعان احنا مستنيين بقى ربنا سبحانه وتعالى. احنا خذلنا للاسف المشايخ تمام ودول يعني ذنبهم ذنب الناس دي ودم الناس دي في رقبتهم يوم القيامه عند الله سبحانه وتعالى. خذلنا حزب النور اللي الناس ادته صوتهم. خذلنا الاخوان المسلمين اللي الناس واثقت فيهم ادتهم الاغلبيات في كل حاجه. خذلنا القيادات السياسيه والزعامات السياسيه على مختلف الجهات كله بيدور على نصيبه في الكحكه. مفيش حد كله بيدور على نصيبه في الكحكه. البطل الوحيد في البلد دي كلها هو الشعب المصري. للاسف هم حاولوا يستغفلوه او يحاولوا ينيموه. طول ما الشعب المصري صاحي مفيش مشكله. طول ما بينام بيعملوا اللي هم عايزينه.